الملامح القديمة الأصيلة التي تميز بيوت الحمراء لها علاقة بتاريخ الولاية العريق في تراثها وأسلوب أهلها في العيش. وها هو أحد أحفاد بيت الصفا ويدعى عليا يصحبنا في جولة في بيت أجداده الذي يعود بناؤه إلى 3 قرون خلت. وها نحن نشاهد في كل ركن من أركان بيت الصفا الأثري مظهرا لعراقة ومنظرا لتراث. أثاره لا زالت تحكي، ولا يزال البيت محطا للزيارة والتمتع برؤية المقتنيات القديمة الباقية والتي كان يستعملها أصحاب بيت الصفا فيما مضى. هو روعة في التصميم وفي البناء وفي زخرفة السقف الذي يتقنه العمانيون القدماء. على بابه المتين نقشت قصيدة شعرية عن تاريخه: لقد صنع الباب الحكيم محمد، فتراشد هو الكريم الممجد، لعشر ليال قد خلونا وليلة، بذي القعدة المعروف شهر محدد، وفي 100 حول و1000 تكاملت، وعام على مر الحساب يردد، لوالي إمام المسلمين ابن يوسف، فتى طالب ذاك الرضي محمد.